صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 24 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، وجاء فيه ما يلي: نحن حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الملكي رقم 61 لسنة 2018 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، أمرنا بالآتي: المادة الأولى: يفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب اعتبارا من يوم الأربعاء العاشر من رمضان 1440 للهجرة الموافق 15 من مايو 2019.